ولمناقشة التطورات التفاوضية على الساحة السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث السياسي السوري سنان حتاحت. سيد سنان، مرحبا بكم. يعني تسويات تقوم بها القوات الروسية مع الفصائل كل على حدة، هل نفهم من ذلك هو تكرار لما حدث في الغوطة وحلب من قبل سيد سنان؟ يعني إلى حد ما هناك نسق متبع من قبل القوات الروسية وما يسمى اليوم بمركز العمليات في حميميم، وهو قائم على مفاوضات محلية مع العناصر ومع القيادات المعارضة، ومن ثم محاولة اختراق الصف الثوري، ولكن يختلف في حيثياته بما حصل في الحوران، وذلك حيث أن الاتفاقيات والمصالحات أدت بمعظمها إلى تسوية أيضا بعض هذه الملفات، في حين أن في الغوطة مثلا أدت إلى إخراج المقاتلين وقياداتهم، ولا يمكننا أن نقول بالفعل أنه حصل مصالحة بقدر ما حصل اتفاق على نزوح المدنيين ممن يرفضون البقاء في هذه المناطق بعد سيطرة النظام عليها. سي سنان، يعني محللون يرون أن النظام يواجه مشكلة حقيقية في عملية تأمين البلدات والمناطق التي سيطر عليها، هل يعني تتفق مع هذه الرؤية؟ يعني بطبيعة الحال يوجد لدى النظام نقص حاد في الموارد البشرية. اليوم القوات التي تسيطر عليها حكومة دمشق بشكل مباشر، وهي تتبع إلى جيش لا تتعدى يعني 10% مما كانت عليها قبل الثورة، وهي لا تكفي بالكاد في الحفاظ على الأمن مثلا في المدن الكبرى كدمشق وحلب واللاذقية. فبالتالي هو يعتمد على تشكيلات ميليشياوية، بعضها سورية وأغلبها أجنبي وتمويلها أجنبي، كمثلا قوات الدفاع المحلي وقوات الدفاع الوطني المدعومتين من إيران بشكل مباشر، وهذا شهدناه أيضا في عمليات العسكرية الأخيرة في محافظة درعا، حيث شهدنا تقدم يعني سريع للجيش بفضل هذه المصالحات والاتفاقيات المحلية، ولكن فور خروجه منها يقوم الوحدات التابعة إلى إيران بإعادة الانتشار محلها، وضمنها أيضا قوات فلسطينية مثلا مثل القدس، لواء القدس عفوا، وأيضا مثلا لواء الفضل، عمليات الخاصة لحزب الله وغيرها. طيب سي سنان، هناك من يتساءل يقولون ما الأوراق التي لدى الفصائل كي تصمد أمام مثل هكذا تسويات؟ يعني في الحقيقة يعني إذا أردنا أن نتناول هذا الموضوع بموضوعية كاملة، يعني لا يمكن اليوم للفصائل مواجهة النظام بنفس الأدوات التي واجهته سابقا. المعارك التي بدأت في بداية الثورة ثم انتشرت إلى منتصف عام 2015 كانت قائمة على السيطرة على المواقع الجغرافية بما فيها أيضا المدن والبلدات، وكانت من ثم تدافع عنها بما يعني توفر لديها من أسلحة بدعم خارجي. اليوم بوقف هذا الدعم الخارجي وبعزوف المجتمع الدولي عن إسقاط النظام عسكريا، ويعني صرف النظر عن الأمر برمته، يجب على هذه الفصائل أن تنهج نهجا مختلفا، حرب الشوارع، الخروج إلى الأرياف، ويعني اتباع نسق جديد، وهذا يبدو أن معارضة ما زالت يعني لم تقم بذلك وتواجه صعوبة كبيرة في التحول إليه، ولكن بدأنا نشهد بعض بوادره مثلا في على أطراف محافظة اللاذقية، حيث شهدت إلى الآن يعني خلال الشهرين الماضيين عمليات نوعية لثوار قاموا بتوجيه ضربة جراحية ضد بعض وحدات الجيش. فهذا ربما نشهد في المرحلة القادمة تصاعد مثل هذه العمليات ضمن نسق جديد، ولكن الآن يبدو أن المعارضة العسكرية ما زالت عالقة في نسق عملها السابق، وهو لا يمكن اليوم الاستمرار به.
من اسطنبول الباحث السياسي السوري سنان حتاحت، شكرا جزيلا لكم.